نورتني. فين في مصر الجديدة؟ سبع مرات. جميلة إخيبتو، جميلة. جميلة إيه؟ إخيبتو. إيجيبت. مصر، مصر جميلة جدا، يعني هي حاجة روعة قوي. طبعا. بلدنا جميلة دي. إكسكيوز مي، أرد. ألو، إيه يا روشيل؟ انا يا حبيبتي شغال اله اللهم. انت عارفه يا روشيل موضوع هنا مختلف عندكم في مصر. انا كنت شغال تل ابيب نويبع، كانت الدنيا زي الفل، كنت بقفش اكتر من 1200 شيكل في 3 ساعات. انا بقالي 5 ساعات لسه راكب معايا زبون دلوقتي. يلا باي بو بو. معلش اسف على الازعاج. هيضايقك لو هعدي بس على حماية اخده معانا؟ في مشكلة؟ فين؟ حماية بس هعدي اخده معانا. في طريقنا؟ اه. مستعجل؟ لا لا في طريقنا، في طريقنا، مش هعطل حضرتك. مش لمخاء نختوري مختيبي لقاتي مخاي. مشيت تليفوني تحت. انت تحت تليفوني تخل ابوه. شبه اب 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 عمك عيسى. انت عارف انت شبه. نعم. بس لحظة، هو انتوا منين؟ احنا من تل ابيب. تل ابيب، ايوه. والهرم بتاعنا ومصر بتاعتنا. ايوه ايوه. ايه عندك شك في الكلام اللي انا بقوله ده؟ عند امك الكلام ده طبعا. بالراحة بس، انت ليه منفعل علينا كده؟ انت ده ضعف منك. مصري ضعيف. ضعف مني؟ مصري ضعيف. معلش معلش. على فكرة انا بكلمك وانا في قلب بلدك ومش قلقان. بالظبط، اديك قلت في قلبي ايه؟ في قلب بلدك. ايوه في قلب بلدي انا. بص يا حبيبي، دور على اصلك هتلاقي نفسك بالاصل. من حبيبي على الاقل انا عارف عندي اصل، واصلي مصري اصيل. انتوا اللي ما عندكوش اصل. لو دورت على نفسك في التلة هتلاقي نفسك ابيب. ابيب ابيب بيب. ابيب ايه؟ انت اهلي بيب بيب زمالك مصري. ضايع. لا لا حبيبي انا مش ضايع، انا افهم ان احنا عندنا اهلي، عندنا زمالك، عندنا كل حاجه. مصر بتاعتنا، سينا بتاعتنا. لا وحيه امك. غلط. اقول لك ايه اللي بتاعكم؟ ما تزعلش مني. يا ريت. بلاش. بلاش ليه حبيبي؟ والله بلاش. اقول لك ايه اللي بتاعكم؟ ما تزعلوا مني. ضعف منك. بس انا هقول لك على حاجه، انت لو دورت في الاصل هتلاقي نفسك، لان انت نسخه نسخه اكزاكتلي من حنان يا ابن عمي. حنان يا ابن عمي. لحظة واحدة. تخيل بقى ان انت نسخة نسخة من حنان اللي كان في بيت الدعارة اللي جنبينا. وماله حبيبي؟ لحظة واحدة. لحظة واحدة ايه؟ حنان يا ابعت لي صورة على الواتساب عشان اوري الراكب اللي معايا صورتك ويعرفوا ان انت شبه. حبيبي يلا بقى. الو. الو ايه يا حاتم، انت فين؟ حاتم بيكلم حاتم. بقول لك ايه؟ اللي هو عندنا. طيب بص. من القص اسمه خاتم. تعال لي. ما تهدى بقى على حالك. اهدى على حالك. اهدى على حالك، هتتروق دلوقتي. عينيا يا بابا. طيب هبعت لك ام لوكيشن دلوقتي. أه؟ تجي لي عليه عشان في اتنين عايزين يدفنوا هنا. يدفنوا؟ اه. يلا حبيبي انت مش فاهم حاجه. يلا انت لازم تشغل دماغك. اشغل دماغي؟ آه. ده انا مش هشغل دماغي، ده انا هشغل ايدي عليكم انتوا اصلا. ده مش ضايع ده مش بقى. انت ضايع خالص. انا مش ضايع. في البلاله. طب بص قدامك يا بابا، بص قدامك. ويا ريت تركن لنا عند اي مكان هنا عشان اروقكم النهارده. حبيبي انت دلوقتي في مملكتي. على ارضي. على ايه؟ على ايه؟ ارضي ارضي. ده انا على لك. انت بتتكلم بس زي ما بيقولوا المصريين. لا انا ما بتكلمش وبس. آه. انا بتكلم وبفعل. بفعل. اه بفعل. استنى بس هتعدل لك كده عشان ليله اهلك زرقاء معايا شكلها انت والراجل ابو برنيطه ده. آه يا عرل يا بلد خرجت يا بلد كلها وكلها من في بعض. انا هثبت لك حاجه يا حبيبي. ايدك جنبك. انتوا حراميه من زمان. إيه قوي. حراميه يا بلد. بلد ايه حبيبي؟ اهرامات بتاعتنا احنا اللي بنيناها. الاهرامات دي بتاعت امك. الاهرامات دي بتاعتنا احنا. ايد امك كده عنها حبيبي. ما تعليش صوتك لان ده ضعف منك. ضعف مني انا؟ طبعا. اه احنا اللي يا راجل انتوا حتى احنا الاغاني اللي بنضرب وبنجري. اغانينا سرقتوها زمان. اغاني سرقتوا. اه اغاني ايه؟ اغاني ام كلثوم. اه ودارت الايام دي كانت. ومش لخاره الايام. مش ايه؟ مش لخار. لا ما بتتقالش كده. مش الايام.
يا حبيبي ده مين دي؟ أم أمك اللي قالت الأغنية دي؟ أنت ما تعرفش بس إيه ده؟ أنت ما تعرفش أم كلثوم؟ إيدك جنبك، أنت ما إيدك جنبك. أم كلثوم تعرف أقول لك أغنية جديدة محمد رمضان بيقول نمبر 1 دي عندنا منخر 1 منخر 1. طب ما عندكوش 1 1 1 أنتوا كلكم 1 أصلاً. طيب أنت ضعف ضعف، أنتوا كلكم مصري جع جع. انزل بس يلا انزل يلا مش نزول انت انزل يلا على اراضي. بقول لك انزل انت تنزل من هنا بتأشيرة مني. انزل تأشيرة مني يا بلد. انزل يا ب على جنب يا هوب اركل لا هوب هوب دي يمين هوب يمين ولا ولد ولد ايدك جنبك ولد مصري ايدك جنبك ايدك جنبك مصري اوعى اركل لك اركل لي اوعى ايدك اركل لي عشان خاطر ما اكسرلكش وش اللي جنبك ده اركل لي بقول لك وش اللي جنبي اركل لي خلاص خلاص رجل يمين احنا بنهزر معاك والله احنا بنهزر معاك بنهزر معاك ايه بنهزر معاك ده انت هتشوف لما ننزل ده مقلب والله ده مقلب انزل لي بس ده مقلب افتح الباب تعال تعال يا الغالي تعال يا جنبي تعال يا جنبي تعال تعال هنا لا اله الا الله ما شاء الله عليك هذه بنتك ايوه يا سيدي ما شاء الله عليك وين ورايح في الدقي انت عارف سينما التحرير سينما التحرير خلاص نمشي على الجي بي اس في شارع التحرير ذات نفسه يعني ما شاء الله عليكم والله العظيم انتم مصريين مره دمكم عسل اقسم بالله اعشقكم اقسم بالله الله يبارك فيك ما شاء الله عليك ذوقك بس بنتك هذه قمر اقسم بالله شكرا يا اخي شكرا اشغل لك اغاني خليجي ولا تبغى تسمع شعر خليجي لا مش عايزين حاجه خالص شكرا ليش ليش انت مالك مكفول ليش هذا اليوم جميل والله العظيم ما شاء الله الله يبارك اسمعك حاجه والله في حضره هذا القمر والله احنا مش عايزين نسمع يقولون تعال يا قمر اركب معايا الهمر واديني الواتساب احسن انا قلبي ذاب ما شاء الله علينا انت الله يكرمك مالك الغالي انا باصص طريقي والله العظيم مالك يا حج انت فيك ايش انت خلاص بالراحة مالك عادي إن الله جميل ويحب الجمال يا أخي الجمال هذه قمر أنا أقول لها القمر هذا يا عمي بص بطريقك الله يكرمك يا عمي أوعى إيدك والتوب أنت مصري غلبان أوعى أوعى إيدك أوعى إيدك والتوب هتمشي عدل أوكي مش هتمشي عدل نزلنا على جنب أقول لك أنت أنت اسمع أقسم بالله طب بص بص قدامك بص قدامك إيش هذا بص قدامك بالله العلي العظيم بص قدامك يا اخي انا باصص قدامي مصر انت ليش ليش انت راجل عجوز انت عجوز غيران مني عشان انا شب وسيم اكيد انت عجوز انا عجوز عجوز والله العظيم عجوز غلبان اوعى ايدك والتوب هذا هذا بثمن بيتك والله العظيم والله انت العود اللي انا حاطه والله بثمن بثمن بيتك يا اخي انا تيس ايوه تيس والله العظيم شوف بص انا سكت اوعى ايدك بس انا سكت لك من بدري يا اشعس يا اغبر يا ادلم بكرامتك الارض اسكت يا ادلم انت ادلم ابعد 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 عني احترم نفسك انت اشعث اغبر عبد مصري عبد مصري نزلنا في اي حته عبد مصري اسود نزلنا في اي حته انت عبد مصري بس بس عيب احترم نفسك يا سيدي اسمع يلا اركن على جنب اقول لك اقول لك شغله دلوقتي بس ما تقولش اركن اركن على جنب يا اخي انت انت جاي منين انت؟ انا جاي من اي يا اخي ده انت تيس انا تيس يا غلبان يا ابو رجلي مع الشفا مع الشفا يا ابني انت رجلك بص ابعد عني وريني رجلك دي هتلاقي الاشف في رجلك يا ابني ابعد يا غلبان يا مصري يا اشعث انت اشعث اخضر انت اركن على اي جنب ونزل تقولين اللي انت عايزاه يا جماعه انت مالك هي مالك بيها مالكش دعوه بيها خالص زيرو عشرة واتساب زيرو عشرة يا بني ادم يا بني ادم 10 اوعى يا مصري غلبان يا بني ادم فلوسي كلها بفلوسي فلوسك روح فلوسك مش عندنا بس والله ما في نزول انت انت راجل مش محترم انت قمر اقسم القمر ده عندك بس يا اخي عيب يا اخي يا اخي القمر عندك يا اخي هديك هديك في عينيك يا اخي عيب والله العظيم احترم نفسك احترم نفسك احترم اوعى يا اشعث يا اخبر بهلول اوعى يا ولد تعال يا بهلول
قول مو سيد ابو عدنان. ابو عدنان مين احسن انسان؟ ابو عدنان احسن فنان. ابو عدنان وين استعصار ولا ايه؟ اقعد تعال تعال اقسم بالله اقسم بالله العظيم تعال تعال بنهزر بنهزر بحلقة هطل ايه؟ مقلب ايه رايحك نزاهة ولا منزهاش؟ حضرتك على فكره ان احنا عندنا مراحل احنا عندنا مراحل ومعانا زي ما حضراتكم شايفين يا استاذي هو ده تاكسي زي ما حضراتكم شايفين احنا معانا الاستاذ شايفين ايه يا باشا انت بتتكلم من فضلك يا فندم ده الاستاذ فرج الممرض حضرتك بنبقى معاك من فضل حضرتك يا فندم احنا بنبقى مع حضرتك لحد فتره يا باشا انا راكب تاكسي من فضلكم تسمعوني حضرتك بتفضل معايا في البدايه انا ببقى مع حضرتك ديمقراطي لحد حد ممحي. انا لحد دلوقتي مع حضرتك ديمقراطي لا ديمقراطي انا بوصل لحد بعد شويه ببقى مع حضرتك ديكتاتور احنا اهم حاجه عندنا هتفطر في العربيه أنا ولا لو سمحت يا فندم اهم حاجه عندنا ارضاء العميل شرب الجنزبيل شد الفتيل شد الفتيل ايه شد الفتيل يا استاذي لو سمحت انا هضطر اكون مع حضرتك ديكتاتور عشان خاطر مصلحتك وعشان خاطر صحتك فرج ايوه بيستك عليه بيسك عليه ايه وبتاع يا عم لو سمحت بيسك عليه مش هشك عليه لو سمحت فرج ايه يا عم انت ايه شغل الجنان ده لمسه اكتاف لمسه اكتاف مش انا افتكر لمسه اكتاف فرج لمسه اكتاف لمسه اكتاف ايه ده مجانين دول ولا ايه يا عم انت اوعى تلمس ما تلمس ما تركن في جنب اشرفوت مفيش ركنه يا عم ما تخافش هقعد عليك انا هقعد اجري بيك من مصلحتك تسمع انت عن فيروس حدائق الاهرام حدائق الاهرام ايه وعلي ايه العريس اللي بتقوله ده حاجه اسمها كده ايوه طبعا فيروسات جديده انت بتعمل انت بتعمل انت ايه فيروسات جديده انت تعرف ايه طارتر يا فندم يا فندم فيروس فيروس ايه يا عم فيروس غنوا للفيروس ولا انتوا شعب فالح يغني للفيروس انما يعالج الفيروس معاكم انتوا الاثنين لا طبعا طارتر بول يا عم لو سمحت نزلني عشان بول طارتر بول ايه يا عم انت ايه شغل الجنان ده اركن على جنب نزلني انت بول انت بول مفيش يعني انت مش عارف اوعي ايدك ايدك نزلني جميل والله على فكره هنا دي القريه دي اللي انا عايزها لا يا عم نزلني عشان اعمل له تحليل لو سمحت عايز اعمل له تحليل تحليل ايه يا عم انت ايه شغل الجنان اللي انت بتعمله ده ايه شغل اللي ايه بس بس انا فهمت هات يا عم انا فهمت انا فهمت انا فهمت انت قلقان احنا قلقان من ايه يا عم انت قلقان ايه شغل الجنان ده انا رايح مشوار انت ايه اللي بتقوله ده بول شويه بول مفيش بول ايه يا عم انت لو سمحت نزلني هنا بعد اذنك لو سمحت افتح العربيه بعد اذنك بس بس افتح العربيه بعد اذنك افتح العربيه بعد اذنك ده شغل جنان اللي انتوا فيه ده شغل جنان والله يا عم ما تخليش اتغاب عليك انت فيروسات 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 يا عم فيروسات هكسر لك الباب افتح الباب لو سمحت افتح الباب لو سمحت اسفين ازاي بص كده الكاميرا دي نزيع بقى الحلقه ولا منزعش